المدينة امبارح تعرضت لحملة كبيرة من الضربات، سواء الصاروخي سواء الغارات الجوية اللي كان نصيب ليلة غارات الجوية. كان قصف عنيف، كان في حملة تدمير كبيرة وعشوائية استهدفت المرافق الخدمية، المرافق الحيوية في المدينة، البيوت السكنية، المدنيين. كانت في حالة كبيرة من الضرب، يعني كانت امبارح يعني أشبه بأنه جحيم، يعني كانت مدينة سراقب. حصيلة الغارات والضربات الصاروخية، في عنا شهيدين طفل ورجل، في عنا عدة إصابات بيناتهم 3 أطفال. الحالة اللي أدت إلى ضربات في تدمير وإيقاف عمل كثير من المرافق الحيوية في المدينة.